اتصال، تفضل. ألو، تفضلي. السلام عليكم نور، يا شيخ. السلام عليكم. الله يسلمك. أنا ويا زوجي متزوجين يعني زواج رسمي، بس ما بيني وبين أهله أي علاقة، يعني لا من لا بخير ولا بشر. فوالدتها قبل شهرين الله يرحمها توفت. الله يرحمها. أوكي، واتصلت، مجرد اتصال تليفوني، ما بيني وبينهم أي مشاكل، ما بيني لا بعيد ولا بشر. فالمهم حلمي يا شيخ إن أنا قال لي والدتي تبيك، فرحت لها. أنا عمري ما شفتها والدتها، فرحت لها وكانت الفتحة صغيرة وكان في قطة صغيرة تحاول تدخل هالفتحة هذه وهي تناديني، فكأني خليت القطة هذه تدخل قدامي، وبعدها الفتحة هذه صارت كبيرة. دخلت لها وقالت لي يا يما أنا كنت أمتحنك، سلمت عليها وطلعت حوش بيتهم كأن الرب يتعبث بشعري، وشعري كثيف وتعبث فيه ويفرقه. وبعدين طلعت حوشهم، حوشهم كأن الكاشي كله مشلق وفي حفر ملوت الضبان هذه، شفت شلون يا شيخ؟ وبس هذا هو. فأنا قاعد أقول حق زوجي، أقول له يعني هل في مشاكل ببيتكم؟ هل في شيء؟ يقول لي لا ما في شيء، حلمت غريب عجيب. وهذا هو يا شيخ. إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. حياك الله عليكم. السلام ورحمة الله. عموما أن الفتحات في البيت إنما إن كانت فتحة كالجحر مثلا إنما هي مشكلة من المشاكل، وهذا المشكلة وهذه المشكلة قد تكون يعني سر من الأسرار، لأن الجحر غالبا ما تدخل الهوام والدواب الغير مألوفة. فكذا قد يكون إنسان غير مألوف بطبعه، إنسان عنده مكر وخديعة، وسياق الرؤية يثبت هذا الكلام. القطة هذه لا نعلم طبعا، أنت ما ذكرتي لونها سوداء أو غير ذلك، لكن يظهر أن امرأة لئيمة تحاول أن تفرق بين هذه العائلة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. أما الامتحان فهو اختبار وبلاء، كما قال تبارك لنبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الضب فهو يعبر بالإنسان العربي المريض، بالإنسان العربي الذي دائما يعتزل الناس ولا يرغب بالاحتكاك معهم لقبح أطباعه وقبح يعني منظره. الأمر الثاني قد تتشكل فيها أيضا الشياطين وهو من الممسوخ، وكونه يعبث بشعرك وشعرك في المنام إنما هو زوجك، لحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما توفى عليه الصلاة والسلام قصوا شعورهن، فأصبح الشعر يعني كالوفرة وهو قصير. فالعبث في شعر المرأة من قبل هذا الضب إنما هذا الشيطان يريد أن يفرق بينك وبين زوجك. الحفرة في المنام إنما هي يعني مشاكل، وكما قال عليه الصلاة والسلام هو حفرة من حفر النار، والمثل السائد عند الناس من حفر لأخي حفرة وقع فيها، تدل على المكر. والضبط تكلمنا عنه. خلاصة الأمر اهتمي بالرقية الشرعية أنت وزوجك، ولعل الله سبحانه وتعالى يحميكم. وأيضا كذلك البيت الذي رأيته ليهتموا بالرقية الشرعية وتحصين البيت، والعلم عند الله.